بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اليوم إن شاء الله هنحل النموذج الاسترشادي الخاص بمكتب مستشار الرياضيات في وزارة التربية والتعليم بجمهورية مصر العربية، ودي نموذج استرشادي لامتحان الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023-2024. تعالوا مع بعض نشوف نوعيات الأسئلة الموجودة هنا ويا ترى كيف نجاوب عليها بكل سهولة إن شاء الله. فأول سؤال هنا بيقول لي مجموعة حل المتباين، ودي تعتبر على آخر درس عندنا في الجبر، فخلي بالكم معي. أولا لازم تخلي الطرف اليسار يكون بصفر، فبعملها إزاي؟ هقول كالآتي، هقول عندي س تربيع، أرحل ال 14 هنا بشارة مخالفة، يبقى ناقص 14 س زائد 49، ودي هتبقى أكبر من مين؟ أكبر من الصفر. هنا بقى بنوجد الدالة المرافقة طبعا اللي إحنا كنا عليها، فهو عبارة عن دالة س. هي عبارة عن مين؟ عبارة عن س تربيع ناقص 14 س زائد 49. طبعا ممكن تستخدم المميز وممكن تحلل على طول وتجيب الأصفار مباشرة عادي مفيش مشاكل. وبالتالي هنا لو انت حبيت تجيب المميز، يبقى المميز عبارة عن كام؟ المميز هو عبارة عن ب تربيع ناقص 4 ألف ج. الكلام ده بيساوي كام؟ يساوي عبارة عن الباء هنا سالب 14، يبقى سالب 14 تربيع ناقص 4 مضروبة في الألف بواحد في الجيم بتسعة وكام؟ وأربعين. احسب هذه الجزئية بالآلة الحاسبة مفيش مشاكل. فهذا تحسبها كالتالي، هنكتب عندنا هنا سالب 14، يبقى نفتح قوس سالب 14، ممكن تكتب ال 14 مباشرة من غير السالب لأن التربيع بيضيع السالب بطبيعة الحال، ناقص 4 في 1 في كام؟ في 49، وأقول له يساوي، أحصل النتيجة النهائية عبارة عن كام؟ صفر. يبقى إذا المميز يساوي صفر، وأنت لو حافظها على طول، طالما المميز بيساوي صفر يبقى إشارة دالة س هي عبارة عن نفس إشارة معامل س تربيع، نفس إشارة معامل س تربيع. إمتى؟ لما تكون عندنا عندما س تنتمي لمين؟ لح ناقص الجذر الموجود عندنا اللي هو مين؟ اللي هو لا. فطبعا عندنا دي أولا دي عبارة عن مربع كامل، فأنت لو حللته هتلاقيه عبارة عن مين؟ عبارة عن س ناقص 7 الكل تربيع يساوي صفر، وبالتالي قيمة السين بيساوي كام؟ بيساوي 7. يعني هضع هنا مثلا 7 وهقول دي عبارة عن هنا صفر بهذا الشكل. طب أنا عندي هنا الإشارة السين تربيع إشارتها موجبة، يبقى كل ده موجب ما عدا عند مين؟ ما عدا عند 7 قيمتها صفر. خلي بالك هنا هو بيقول لي هنا أكبر من الصفر، يعني مش عايز معناها القيمة التي تجعل هذه المتباينة يساوي صفر، يبقى هاخد مين؟ كل الأعداد الحقيقية ما عدا مين؟ ما عدا 7. هذه بالنسبة لطريقة مين لو أنا عايز أستخدم المميز، أو ممكن تحلل مباشرة هتلاقي عندك جذر واحد، وإحنا عارفين لما يكون عندنا جذر واحد يبقى يمين ويسار مثل إشارة معامل س تربيع، وبالتالي أقول له هنا طبعا إشارة س تربيع موجبة، وبالتالي يبقى كل خط الأعداد موجب ما عدا عند مين؟ عند 7 قيمتها بصفر. يبقى إذن هذه بالنسبة لطريقة الحل في الامتحان. نيجي لسؤال تاني زي كده، بيقول لي عندنا س زائد ص، يبقى عندنا س زائد ص ت، وده عدد مركب يساوي عدد المركب تاني. يبقى هنا خدنا متى يتساوي عدد المركبات، قلنا الجزء الحقيقي لازم يساوي الجزء الحقيقي، يبقى س تساوي 5، والجزء التخيلي يساوي الجزء التخيلي. هنا نخلي بالنا دي معناها واحد، يبقى اذا الصاد بكام؟ اذا الصاد بواحد. هو عايز س مضروبه في ص، يبقى هضرب 5 مضروبه في 1 احصل على النتيجه النهائيه يساوي كام؟ يساوي 5. يبقى الاجابه الصحيحه ب. سؤال تاني برضه نفس الكلام على الاعداد المركبه، بيقول لي حل المعادله في الاعداد المركبه. يبقى اذا س تربيع هنرحل 25 بشارة مخالفة، يبقى سالب 25، وبالتالي هاخد الجذر التربيعي، يبقى موجب أو سالب الجذر التربيعي لسالب 25. ممكن أعمل كده، موجب أو سالب الجذر التربيعي 25 هضربها في سالب 1. معروف كلنا عارفين إن عندنا جذر 25 هضربها في جذر سالب 1. ال 25 طبعا هنا موجب وسالب، 25 جذر 5، وإحنا عارفين إن جذر سالب 1 تعريف العدد المركب، يبقى إذا يساوي مين؟ يساوي تاء، وبالتالي موجب 5 تاء وهي سالب 5 تاء، يبقى إذا الإجابة الصحيحة هي مين؟ هي عبارة عن جيم. طبعا هنا ممكن أحل معادلة كده بالآلة الحاسبة عادي مفيش مشاكل، لو أنا مثلا اختيار متعدد أقدر أحلها بالآلة الحاسبة. كيف؟ هضغط مود 5 3 أو هضغط مود 5 على حسب، هضغط مود وأشوف كلمة إيكويشن فين. هنا الآلة الحاسبة قدامنا دي مود 5 وبقي 3 عشان هستخدم المعادلة التربيعية. فأنا عندي السين تربيع اللي هي أول حاجة المعامل بتاعها بواحد، هنا ما فيش سين، يبقى لازم أكتب البي اللي هنا على الشاشة هنا هكتبها بصفر، لأن هنا البي دياتي معناها معامل مين؟ معامل السين، وأنا ما عنديش سين. طب بعد كده هكتب 25 بالموجب وأقول له يساوي، بمجرد ما أضغط يساوي أحصل على مين؟ أحصل على إن أنا عندي كام يا شباب؟ عندنا 5 أي، 5 أي يعني 5 تاء باللغة العربية.
حضرت يسوي تاني اقول سالب 5 اي، يبقى اذا موجب 5 وسالب 5، يبقى موجب 5 تي وسالب 5 تا. هذا بالنسبه لمين؟ بالنسبه للسؤال. السؤال اللي بعده نفس الكلام، بيقول لي احد جذري المعادله. طبعا يبقى اذا العلاقه بين جذر المعادله والمعاملات بتاعتها، احد جذري المعادله هو المعكوس الجمعي، ودي نبهت عليها في الفيديو الاخير اللي احنا شرحناه، عباره عن مين؟ طالما المعكوس الجمعي، طالما احد الجذرين معكوس جمع الاخر، يبقى لازم يكون عندك معامل السين لازم يساوي صفر. معامل السين يبقى هذا معامل السين عباره عن كام؟ كاف زائد 5 يساوي صفر، وبالتالي الكاف ارحل السالب الموجب 5 للناحيه الثانيه بسالب 5، وبالتالي الاجابه الصح اليمين اجابه ايه؟ رقم الف. سؤال ثاني زي كده بيقول لي ايه؟ اذا كان لام وميم هما جذر المعادله، فان لام تربيع زائد 4 لام يبقى هو عمل ايه هنا؟ طالما لام وميم جذر المعادله بقدر اعوض بيهم، يبقى اقدر اقول هنا اضع هنشيل السين هنا، يبقى عندنا السين تساوي لام. يبقى لو انا عوضت هنا يبقى لام تربيع زائد 4 لام زائد 1. طب ما هو نفس الكلام اللي كاتبه، يبقى كام بيساوي كام هو هنا؟ يبقى يساوي كام؟ يساوي صفر. لان احد جذر المعادله لما عوض يديني ايه؟ صفر، وبالتالي الاجابه الصحيحه اليمين الاجابه رقم د. هذا بالنسبه للسؤال من الاسفل، فخلي بالك. اما بالنسبه للسؤال السادس بيقول لي بسط، يعني تي اس 24 زائد تي اس 30 يساوي كام؟ يبقى اذا هنا القوه الصحيحه الخاصه بالعدد التخيلي تا. طب عباره عن ايه؟ انا المفروض الاساس عندنا التا اس 2 عارفينها كلنا انها بسالب 1، لما يقول لي تا اس 3 معروف انها بسالب مين؟ سالب تا، وكمان عندنا تا اس 4 اللي هي بكام؟ قيمتها بواحد، دي الاساس عندنا. طب انا دلوقتي هاخد في قاعده مهمه نخلي بالنا منها كويس، ايه هي؟ ان انا لو عندي تا اس ميم، تا اس ميم عباره عن ايه؟ دايما هنقسم الاس على كام؟ على 4. فاذا كان عندي، اذا كان عندنا الباقي يساوي 1، او بالحاسبه هتلاقيها 25% بعد العلامه كده، يبقى بعد العلامه 25%. او الحاله الثانيه لما يكون الباقي يساوي 2، في الاله حاسبه هتلاقيها 5 من 10 بهذا الشكل. اذا كان الباقي يساوي 3 او بالاله حاسبه هتلاقيها 75%. واذا كان عندنا الباقي يساوي 0، الباقي يساوي 0 يعني معناها لا يوجد علامه عشريه، لا يوجد علامه عشري. طيب ايه اللي يحصل؟ قال لك اذا كان الباقي 1 فان تاء اس ميم دي هتساوي مين؟ هتساوي التاء نفسها. اذا كان الباقي 2 يبقى اذا كانها هتبقى تاء اس 2 فتبقى تاء اس ميم هتبقى بكام؟ بسالب 1. اذا كان الباقي 3 او 75% الناتج بالاله الحاسبه، يبقى اذا تاء اس ميم هتساوي كام عندنا؟ هتساوي عباره عن اللي هي سالب تاء. اما اذا كان لا يوجد باقي فتاء اس ميم معناها بتساوي كام؟ بتساوي 1. هذه هي القاعده. فانا عندي ال 24 لو قسمت على 4 احصل على 6 لا يوجد باقي. طب فين اللي لا يوجد باقي؟ الاخيره، يبقى اول حاجه قيمتها بواحد. طيب عندنا 30 اقسمها على كام؟ اقسمها على برضه نفس الكلام 4، يبقى 7 في 4 ب 28 وزيد 2 على 4، يبقى الباقي 2. انت بالاله الحاسبه لو قسمتها هتلاقيها 7.5. طب النص معناها ايه؟ معناها سالب 1. يبقى اذا في هذه الحاله 1 زائد 1 زائد سالب 1 يديني الناتج كام؟ يديني الناتج صفر، وبالتالي الاجابه الصح اليمين اللي هي اجابه رقم ب اللي اعطتني اياها الصفر. هذه بالنسبه لمين؟ بالنسبه لهذا السؤال. فهي قاعده بسيطه خلي بالنا منها عشان نقدر نحل بالاله نحلها بسهوله وخلاص. طبعا لو معك اله حاسبه جديده زي الالات الحاسبه الحديثه اللي زي كده مثلا اف اكس 991 اي اكس او اي ار اكس، ممكن تحل لك دي بكل سهوله بالاله الحاسبه. كل اللي هتعمله هتضغط مود 2 عشان تحول الاله الحاسبه على كومبلكس نمبر الى وضع الاعداد المركبه، وهتكتب الاي عن طريق المفتاح اي ان جي، وهتكتب اس 24 عادي، يبقى اس 24 هتحرك يمين بالسهم زائد برضه نفس الكلام اي مفتاح الاسس، وهكتب كام؟ 30. بمجرد ما بضغط يساوي يديني النتيجه النهائيه مباشره. اما الالات الحاسبه القديمه صراحه ما بتعطيك هذه القيمه يعني، فبتديك ماس ايرور ومش هتديك ناتج ليها يعني. الالات الحاسبه الجديده فقط هي اللي بتديك اللي النتيجه النهائيه زي مين؟ 991 اي اكس او 991 اي ار اكس او 991 الثانيه اللي هي عباره عن في اللي هي سوري 570 اي اكس. هذه بالنسبه للحاجات اللي فيها النوعيه دي من الاسئله ممكن تحلها باستخدام هذه الاله. نيجي لمساله ثانيه بقى، هنا جايب لي مساله زي كده بيقول لي عن الاعداد المركبه. فبيقول لي ايه؟ انا عندي عدد مركب اسمه سين ناقص 2 تاء يساوي عدد مركب ثاني كذا، فبيقول لي هات لي مرافق العدد. طب انا واحد ممكن يقول لي طب ما المرافق عباره عن س ناقص ص تاء ومش موجوده. لا، ما انت لازم توجد قيمه السين الاول وتجد قيمه الص.
عندك عدد المركبين المتساويين يبقى الجزء الحقيقي يساوي الجزء الحقيقي، يبقى إذن السين هي عبارة عن مين؟ عبارة عن الثلاث. طب بالنسبة للجزء التخيلي يساوي الجزء التخيلي، يبقى سالب 2 يساوي صاد، يعني الصاد يساوي سالب 2. يبقى العدد اللي هو عايزه عبارة عن مين؟ العدد هو عبارة عن بيقول إن سين زائد الصاد تاء يساوي السين عبارة عن ثلاث. طب الصاد هي عبارة عن سالب 2 يبقى 2 تاء. يبقى إذن المرافق العدد المطلوب مندي اللي هو سين زائد الصاد تاء هو عبارة عن مين؟ قلنا نخلي بالنا اننا في المرافق بعكس اشارة الجزء التخيلي وليس الجزء الحقيقي، فهيبقى عندنا كام؟ ثلاث، والجزء التخيلي بدل ما هو سالب اعمله موجب 2 تاء، وبالتالي اذا الحل الصح لو مين عندنا رقم 7، هذه رقم 7 يبقى حل هجي. هذه بالنسبة لطريقة الحل. تعال نشوف مسألة ثانية نركز هذا بقى، ودي شرحتها بالتفصيل في اخر في الفيديو رقم 2 في المراجعة بتاعت الجبر، فارجع للقناة وشوف الشرح بالضبط عبارة عن. فهنا بيقول إذا كان جذر المعادلة دولت حقيقيين، طب هل هنا حقيقيين دولت تشمل حاجتين؟ فلما يقول لي جذور حقيقية، جذور حقيقية يبقى إما يكون جذران أو جذران، طبعا جذران مختلفان، أو جذران متساوية، ما هذه جذور حقيقية. طب متى يحدث الجذران حقيقيان؟ إذا كان المميز اللي هو ب تربيع ناقص 4 ألف جيم يكون أكبر من الصفر. طب إذا إمتى يكون الجذران متساويان؟ إذا كان المميز ب تربيع ناقص 4 ألف جيم تساوي صفر. يبقى أنا هنا كلمة حقيقيين يبقى لازم أدمج الاثنين مع بعض، يبقى إذا أنا محتاج ب تربيع ناقص 4 ألف جيم تكون أكبر من أو تساوي مين؟ تساوي صفر. دمجت علامة أكبر مع علامة يساوي. يبقى هنبدأ نحل بهذه الجزئية. أنا عندي الباء بكام؟ خلي بالك هنا الالف مثلا هي عباره عن 3 معامل سين تربيع، والباء هي معامل السين، والجيم هي الحد المطلق. هنبدا نعوض في هذه الجزئيه. يبقى عندنا الباء عباره عن سالب 6 يبقى سالب 6 تربيع زائد ناقص 4، الالف عندنا 3 والجيم عباره عن ايه؟ الميم. اقول له اكبر من او يساوي صفر. يبقى عندنا 36 ناقص 12 ميم اكبر من او يساوي صفر. ارحل باشاره مخالفه يبقى 36 أكبر من أو يساوي 12 ميم، هنقسم على 12 يبقى إذن 3 أكبر من أو يساوي مين الميم. ولكن هذه القاعدة أو هذه المتباينة أقدر أكتبها ميم. خلي بالك العلامة مفتوحة ناحية الثلاث، يبقى زي ما هي ناحية مين؟ ناحية الثلاث، عشان ما يحصلش غلط معنا. طب يعني ميم أقل من 3؟ الميم أقل من 3 يعني لو أنت رسمت خط العدالة لو أنت مش فاهمها، أدي عندنا الميم عند 3 أقل من أو يساوي يبقى دائرة مظللة، أقل من يبقى ماشية ناحية مين؟ ناحية اليسار، يبقى جاية من عند مين؟ من سالب لنهاية. يبقى إذا الفترة بتاعتنا من سالب لنهاية، من سالب لنهاية موجب كام؟ 3، موجب 3 مغلقة وسالب لنهاية قوس مفتوح، وبالتالي الإجابة الصح اللي بالك وركز، لأن أنا عندي اثنين متشابهين تقريبا، فعندي رقم مين ألف ورقم جيم، رقم جيم عندها 3 قوس مفتوح، لا أنا عايزها قوس مغلق. يبقى إذا هذا السؤال اللي هو رقم 8 إجابته رقم مين؟ إجابته ألف. ولكن هي مبنية على مين؟ مبنية على هذا الجزء اللي أنا قلت لك في الأول، كلمة حقيقية، عندك احتمالين ليها، إما جذرين حقيقيين مختلفين أو جذرين متساويين، فلازم آخذ الاثنين مع بعض، يبقى هاخد الأكبر وآخذ علامتها يساوي. ممكن في الامتحان يجيبها لي غير حقيقية، لو قال لي غير حقيقية يبقى هاخد الصفر والمركب، يبقى أقول أقل من أو يساوي صفر. طب لو قال لي مثلا، لا سوري، لو قال لي غير حقيقية يبقى هاخد أقل من الصفر فقط. اما لو قال لي مثلا ان انا عندي غير مركبه، او لو قال لي غير كلمه غير مركبه، غير مركبه يبقى كانها بالضبط لما يقول حقيقيين، غير مركبه عن الصفر ومين والجذور الحقيقي، الصفر والجذور الحقيقي. نخلي بالك نيجي للسؤال التاسع، بيقول لي اذا كان الضلع النهائي على دائره الوحده. فطبعا لو احنا حابين نرسم دائره الوحده يبقى نرسمها بهذا الشكل، الدائره مثلا، وعندنا المحاور عبارة عن تتقاطع في نفس في مركز دائرة الوحدة. فطبعا احنا عارفين ان هنا عند التقاطع بواحد، وهنا عندنا سالب واحد، وعندنا فوق واحد، وهنا تحت التقاطع مع محور الصاد بكام؟ بسالب واحد. هذا محور سين وهذا محور صاد. ولكن الاهم من كده ان اي نقطة تقع على دائرة الوحدة اسمها سين وصاد. فاذا انا لو عملت زاوية بهذا الشكل، زاوية ثيتا مثلا، فنخلي بالنا من حاجة مهمة جدا، ان دايما السين يا ترى بتمثل مين؟ ويا ترى الصاد بتمثل مين؟ السين دايما بتمثل جتا الزاويه، جيب تمام الزاويه، والصاد بتمثل دايما جا مين؟ جا الزاويه. ده اللي احنا عايزين نعرفه. يبقى اي نقطه تقع على دائره الوحده، المسقط الاول يمثل جيب تمام الزاويه، المسقط الثاني للنقطه يعطيني مين؟ جيب الزاويه.
طب هو نفس الكلام عاطيني مين؟ بيقول لي انا عندي نقطه تقع على دائره الوحده عباره عن سالب 3 و5 على 5 و4 على كام؟ على 5. طب دلوقتي انا عايز مين؟ نخلي بالنا، يبقى الجزء الاولاني ده يمثل مين؟ يمثل جتا ثيتا. طب الجزء الثاني يمثل مين؟ يمثل جا ثيتا، ولكن هو عايز زطا. طب زطا مطلوب مين؟ مطلوب الظا. طب انا عندي اساسا الظا ثيتا هو عباره عن جا ثيتا على جتا ثيتا، او نقدر نكتبها يعني عباره عن الصاد على السين زي ما انا حافظها. طب انا الظا بيساوي صاد على سين، يبقى الظطا بكام؟ يبقى زطا ثيتا تساوي سين على مين؟ على صاد. اقسم السين عباره عن سالب 3 على 5 والصاد عندك بكام؟ ب4 على 5. طبعا مقام البسط ومقام المقام شبه بعض، يضعوا مع بعض، يبقى اذا الناتج كام؟ سالب 3 على مين؟ على 4. وبالتالي الاجابه الصحيحه هي مين عندنا؟ هي ايه؟ الاجابه رقم الف بالنسبه لهذا السؤال. فدي نخلي بالنا من القاعده البسيطه اللي موجوده عندنا، رسمتها لك ووضحتها لك كمان. تعالوا بقى نشوف السؤال اللي بعده. هنا على الزوايا ازاي نجيب العلاقات بين الزوايا زي كده، مثلا جتا 90 ناقص ثيتا ايه هتساوي كام مثلا، لازم تكون حافظهم. فنخلي بالنا، فدايما ال 90 دي دايما ال 90 وال 270، ال 90 درجه وال 270 درجه، بيحولوا الجا الى جتا والجتا الى جا والظا الى ايه؟ ظتا، وهكذا. ونفس الكلام في مع المقلوب بتاع الزوايا النسب 30. ولكن نخلي بالنا هنا في مع طبعا مع مراعاه الاشارات، مع مراعاه الاشارات، يا ترى الزاويه اللي عندي دي وقع في اي ربع؟ طيب اشارتها موجب ولا سالب؟ وهكذا. فنخلي بالنا، فمثلا عندي 90 ناقص ثيتا، دايما 90 ناقص ثيتا دي وقع في الربع الاول، وقع في الربع الاول، يبقى الجتا هتتحول الى مين؟ الى جا. طب الجا جتا في الربع الاول ده عباره عن مين؟ كلهم موجبين، يبقى اذا هتبقى عباره عن جا ثيتا. مضروب في مين؟ مضروب في قتا، قتا ثيتا. طب ما احنا عارفين ان الجا مقلوب القتا، يعني ممكن اعملها كده لو انا مش فاهمها، جا ثيتا مضروبه في القتا هي عباره عن واحد على جا ثيتا، يعني يساوي كام؟ يساوي النتيجه كام؟ واحد. وبالتالي الاجابه الصح عندنا اللي هي اجابه رقم الف. فدي نخلي بالنا من هذه النوعيه. طيب هنا بيقول لك ايه؟ يعني الزاويه التي قياسها يا ترى تقع في اي ربع؟ نخلي بالنا هنا جايب لي القياس الدائري. فطبعا انا لو قسمت التسعه على اربعه يبقى يعطيني كام؟ 2 وربع باي. طبعا مش الاسعار. فاتنين وربع باي، الاتنين باي دلوقتي معناها الدوره كامله، فهعمل ايه؟ طبعا طالما السالب يبقى همشي عكس عقارب، يعني همشي عكس عقارب الساعه، لا احنا طالما سالب بمشي مع عقارب الساعه، يبقى هبدا هنا وهمشي كده كده دوره كامله، يبقى دي كده انا عملت 2 باي. طب ربع باي يبقى تنزل تحت كده، يبقى وقع في انهي ربع كده؟ يبقى الربع الرابع، يبقى الربع الرابع. هذه بالنسبه لمين؟ رقم 11. لو انت عايز تعرفها عن طريق ايه؟ طبعا احنا قلنا هنا صفر وهنا باي على 2 وهنا باي وهنا كام؟ 3 باي على 2، وهنرجع هنا عند الصفر عند الاثنين ايه؟ عند الاثنين باي دوره كام؟ فممكن اعرف بهذه الطريقه. طب انت مش عارف بهذا الشكل، هذا الشكل اعمل ايه؟ حولها الى القياس ايه؟ ال 60. يبقى سالب 9 على 4 باي هضربها في 180 على باي عشان احولها قياس 60، وبالتالي نختصر الباي مع الباي، وال 180 مع 4 دي 5 وكام؟ 45. يبقى اذا هضرب سالب طبعا 9 في 5 في 45 و9 في 4 في 36 و4 يبقى كام؟ 40. يبقى دي 400 وكام؟ 405. طيب 405 عباره عن ايه دي؟ وقع في هذه الزاويه، احنا عندنا 360 دوره كامله، او اعملها كده. بس خلي بالي من السالب، السالب هبدا من محور السين وهمشي مع عقارب الساعه، يبقى كده لغايه هنا كده 360. طب 360 يبقى ناقصنا كام؟ 45، يبقى تحت الوقت، يبقى هنا يبقى دي في الربع مين؟ الربع الرابع. فممكن اعملها بهذه الطريقة او بهذه الطريقة. السؤال بعد كده تاني بيقول لي ايه؟ طول القوس المقابل للزاوية، يبقى اذا خلي بالك انت لازم تكون عارف ايه العلاقة ما بين القوس والزاوية المركزية ونصف القطر. فانت ممكن تحفظ المثلث البسيط كده اللي احنا دايما بنعمله مع بعض، اللي هو عبارة عن اللام وعبارة عن الثيتا بالتقدير الدائري ونصف القطر. طب هو عايز طول القوس، وبالتالي عندنا اللام هيكون عندنا من خلال المثلث عبارة عن الثيتا بالتقدير الدائري مضروبة في مين؟ في نصف القطر. ولكن خلي بالك وانتبه كويس. اولا انا عندي الثيتا اعطاني بالقياس الستيني، يبقى اذا الثيتا بالقياس الدائري عباره عن مين؟ يبقى اقول له 135 هضربها في باي على 180. طبعا ممكن تحسب على حسب. طب خلي بالك كمان انا عندي نصف القطر، نصف القطر يساوي كام؟ اقرا اللي انت كاتبه، هو قايد بيقول لي طول القطر. فنخلي بالنا هي طول القطر انا محتاج نصف القطر، يبقى هقسم ال 16 على كام؟ على 2 هيساوي 8. تعال نحول القياس الدائري دلوقتي ونشوف تطلع معانا كام.
يبقى اقول له كده بالآلة الحاسبة طبعا مود واحد، اقول له 135 ضرب الباي، طبعا شيفت مع العشرة اللي تحتيها عشان يديني الباي، وبعد كده بقسم على كام؟ على 180. او ممكن تقسم اللي هي ال 135 على الباي على 180 وخلي الباي زي ما هي. يبقى اذا نخلي بالنا بهذا، يبقى اذا 3 على 4 ايه؟ 3 على 4 باي، يبقى دي 3 على 4 باي. ابدا اعوض هنا، يبقى 3 على 4 باي مضروبه في نصف القطر اللي قلنا عليه اللي هو كام؟ 8. يعني اختصر مع بعض ايه؟ تديني 6 ايه؟ 6 باي، وبالتالي الاجابه الصح اليمين الاجابه رقم جي. يبقى خلي بالي مثلث بسيط كده، لو طلب مني طول القوة يبقى ثيتا دائري في نصف خط، طب لو طلب ثيتا يبقى لام على ناق، لو طلب ناق يبقى لام على ثيتا. يبقى خلي بالنا من هذه الجزئيه. تعال بقى نشوف مسألة تانية ونشوف نتعامل معها ازاي. المسألة رقم 13. المسألة رقم 13 هنا عبارة عن ايه؟ بيقول إذا كانت قطع ثيتا يساوي كذا، حيث ثيتا قياس زاوية حادة موجبة. أول ما يقول لي قياس زاوية حادة موجبة معناها تقع في الربع الأول، ده أول شيء. يبقى هنا الزاوية تقع في الربع الأول. طب هو عاطيني مين؟ عاطيني قطع ثيتا تساوي 2. طب الاثنين دي معناها كام؟ 2 على 1. والقطع دي مقلوب مين؟ لو انا مش فاهم، لو مش قادر احل باستخدام القطع يبقى مقلوب الجا، يبقى دي جا ثيتا، اقلب هذا الكسر يبقى 1 على كام؟ 2. ودي من الحاجات اللي انت حافظها. يعني رقم المساله هنا لما يكون جا ثيتا يساوي نص، انت دي من الحاجات اللي حافظها. مين اللي جاب الزاويه بتاعها بنص؟ مباشره يبقى اذا ثيتا يساوي كام؟ 30 درجه، 30 ايه؟ درجه، وبالتالي الاجابه دي. طب انت مش حافظها، تعالى بالاله الحاسبه كده اضغط ايه، اعمل شيفت ساين واكتب ايه، اكتب النص، يبقى 1 على 2 واضغط يساوي، تحصلها 1 على 6 باي اللي هي احنا محولينها على رجل. طب انت عايزها بالدرجات، اضغط على شيفت مود وهات اول واحده اللي من الديجري اللي هي رقم 3، اضغط يساوي مره ثانيه تحصلها كام؟ 30. هذه بالنسبه لمين؟ بالنسبه لهذا النوع من الاسئله، فسهله جدا وبسيطه ما فيهاش مشاكل طالما في الربع الاول فتبقى مباشره. نيجي المسألة الثانية زي اللي احنا حلناها من شوية، بيقول لي جا ثيتا، خلاص جا ثيتا زي ما هي، جا ثيتا زائد جتا 270 زائد ثيتا. طب احنا قلنا لسه جايين من شوية ال 270 وال 90 بتحول الحاجة اللي فيها ت إلى ما فيهاش ت، يبقى إذا الجتا تتحول إلى مين؟ إلى جا. طب يا ترى هتبقى جا ثيتا ولا سالب جا ثيتا؟ نخلي بالنا من دي بقى، يا ترى جا ثيتا ولا سالب جا ثيتا؟ احنا عندنا 270 زائد، لما نقول 270 زائد الثيتا تقع دي في ربع مين؟ الربع الرابع. طب الربع الرابع عباره عن ايه؟ الجتا مين؟ نخلي بالنا ادي الحروف بتاعتنا A S T C، يبقى اذا الكوساين اللي هي الجتا موجبه في الربع الرابع، يبقى انا كتبتها موجب جا على طول. طب هنا اصبحت جا زائد جا زي س زائد س، يبقى اجمع المعاملات، يبقى عندنا هنا واحد وهنا واحد، يبقى دي عباره عن 2 جا ثيتا، وبالتالي الحل الصحيح هو الاجابه الاولى اللي هي الف. سؤال اخر عن التشابه، نخلي بالنا في التشابه لازم ترسم عشان تقدر تحل صح، او من غير رسم لو هو عطيك جمله التشابه اللي هو فيها علامه التشابه ممكن احل مباشره من غير رسم. فهنا الحمد لله انه عاطينا اياه جمله التشابه، عمليه التشابه يا ترى عباره عن ايه؟ خلي بالكم معايا. فاول ما يقول لي هنا المثلث الاول يشابه المثلث الثاني واعطيك اضلاع وعايز ضلع، يبقى هكتب النسبه بين الاضلاع. فبكتبها ازاي بكل سهوله؟ خد اول حرفين من المثلث الاول س ص، اقسمهم على اول حرفين في المثلث الثاني يبقى ا ب يساوي الحرف الثاني والثالث يبقى ص ع، يبقى هناخد الثاني والثالث يبقى باجي يساوي، هاخد الاول مع الاخير يبقى هاخد الاول مع الاخير ونبدا نعوض. طب س ص هو عاطيني كام؟ قيمتها بثلاثه. طب ا ب كام؟ بسته. يساوي ص ع مش عاطيهوني؟ لا ده هو عايز ص ع يبقى ص ع. طيب على ب ج بكام؟ بثمانيه. خلاص ما فيش داعي ان انا اكتب النسبه الثانيه لان مش محتاجها. يبقى اذا الصاد عين هنعمل ايه؟ هنضرب الثلاث هضربها في ثمانيه واقسم على سته، يبقى اذا الصاد بكام؟ اذا الصاد عين قيمتها ب 4 سم، يبقى اذا الاجابه الصحيحه هي مين؟ هي الجزئيه رقم ب. هذا بالنسبه لمين؟ بالنسبه للصح. فمهم جدا تتعلم ازاي تكتب التناسب الصح ما بين الاضلاع اذا كان عندك مثلثين متشابهين. مثال اخر على التشابه، تشابه المضلعات او النسبه بين المساحات والمحيط، مساحه مضلعين متشابهين او محيط مضلعين متشابهين. فاول حاجه بيقول لي مضلعين متشابهين النسبه بين محيطيهما كذا ومجموع مساحاتهما كذا، فان مساحه المضلع الاكبر كذا. فنخلي بالنا اولا احنا عندنا قاعده بتقول لي ان عندنا لما يكون عندي عايز محيط المضلع الاول على محيط المضلع الثاني تساوي ضلع من هنا على ضلع من هنا. طيب في حاجه ثاني، لو قلنا مساحه المضلع الاول على مساحه المضلع الثاني هيساوي ضلع
على ضلع ولكن أس كام عندنا؟ أس 2. يبقى من هنا أقدر أوجد العلاقة ما بين الاثنين اللي أنا كتبتهم. طب ما هذه ضلع على ضلع، هي دي. يبقى أقدر أشيلها وأضع بدلها مين؟ كلمة محيط. يبقى إذا في هذه الحالة أقول كده يساوي محيط المضلع الأول على محيط المضلع الثاني أس كام عندنا؟ أس 2. طيب احنا عندنا النسبة بين المحيطين كام؟ 3 إلى 4. يبقى إذا هنا 3 على 4، يبقى دي 3 على 4 أس 2، يعني بتساوي كام دي؟ هتبقى 9 على 16. ولكن أنا عندي مجموع المساحتين، يبقى هنا هستخدم مين؟ خواص التناسب. أقدر أقول مقدم على تالي يساوي مقدم زائد تالي على تالي يساوي مقدم زائد تالي على تالي. يعني مساحة المضلع، طبعا الأول هو الأصغر لأن هو النسبة بتاعته أقل، يبقى نقدر نقول مضلع الأصغر زائد مساحة الأكبر على مين؟ على مساحة الأكبر. يبقى أنا هنا جمعت مقدم على زائد تالي على تالي، نفس الكلام. يبقى 9 زائد 16 على كام؟ على 16. مجموع المساحتين هو عاطيني كام؟ 150. يبقى 150 على مساحة الأكبر، مساحة مين؟ الأكبر. يبقى المسألة كده خلصت. يبقى أقول مساحة المضلع الأكبر يساوي هضرب ال 150 في 16، طبعا هنا عندنا 9 زائد 9 زائد 16 يبقى كام؟ 25 على كام؟ على 16. يبقى هضرب ال 150 في 16، ال 150 هضربها في 16 على كام عندنا؟ على 25. يعني الكلام ده بيساوي كام؟ يبقى اذا في الحاله دي هقسم 150 على 16 بهذا الشكل. انا ممكن اختصر عادي. يبقى اذا نختصر 150 على 25 يديني 6. 6 في 6 ب 36 يبقى 6 وكام؟ 90 سنتيمتر مربع. يبقى اذا في هذه الحاله عبارة عن مين؟ المساحة الخاصة بالمضلل الأكبر عبارة عن مين عندنا؟ عبارة عن 96 سنتيمتر مربع. فهذه بالنسبة مين؟ بالنسبة لطريقة حل هذا السؤال. السؤال الثاني جاي لنا على الهندسة، اللي هو يا ترى لما يكون عندي وترين متقاطعين داخل الدائرة، إيه العلاقة بين الأجزاء الناتجة من التقاطع؟ فإحنا قلنا عارفين المفروض نبقى عارفين إن أنا عندي مثلا ألف باء انقسم إلى جزئين، أضرب الجزئين مع بعض، يعني أقول له كده ألف باء مضروبة في ألف هاء سوري مضروبة في باء هاء يساوي الجزئين بتوع الوتر الثاني، يبقى جيم هاء مضروبة في مين؟ هاء دال. وابدأ أعوض، يبقى ألف هاء عندنا بكام؟ عندنا بستة. هضربها في كام؟ في 18 يساوي جيم هاء بكام؟ جيم هاء عندنا بثلاثة سين مضروبة في مين؟ أربعة سين. يبقى هضرب ستة في 18، ستة في 8 طبعا 48، وستة في 1 بستة وأربعة كام؟ 10. يبقى 108 يساوي 12 سين إيه تربيع. اقسم على ال 12 يبقى 108 على كام؟ على 12. يبقى اذا طبعا الناس عارفين هو كام؟ 9. انا عندي السين تربيع يساوي 9، يبقى اذا السين بيساوي كام؟ يساوي 3. ولكن انا عندي هنا مش طالب مني هو السين، طالب مني مين؟ جيم دال. هو جيم دال عباره عن مين؟ عباره عن جزئين 3 سين زائد 4 سين، يعني يبقى عندنا 7 سين. يبقى في الحاله دي يبقى كام؟ 7 مضروبة في قيمة السين احنا جبناها هي 3، يبقى اذا الناتج كام عندنا؟ 21. وبالتالي الاجابة الصحيحة رقم كام؟ رقم الف. يبقى اذا هي كده رقم 17 اجبناها وكانت الجواب رقم الف او الجزئية رقم الف. السؤال الثاني من اسئلتنا اللي هي رقم 18 طبعا في الهندسة. ولكن خلي بالك بيقول لي في الشكل المقابل قياس زاوية ب الف جيم. فين زاوية ب الف جيم؟ حدد الزاوية اللي انت عايزها. زاوية ب الف جيم، يبقى هذه الزاوية. يبقى انا محتاج هذه الزاوية. يا ترى بتساوي اي زاويه ثانيه؟ فهنا اعرفها ازاي؟ اولا هو عندك مثلثين وعطيك الاضلاع بتاعت المثلثات، يبقى هنا ضروري جدا تبقى عارف ان انا هنا احاول ابحث عن تشابه المثلثين عن طريق الاضلاع. طب متى تشابه المثلثين باستخدام الاضلاع؟ اذا كانت الاضلاع متناسبه. اضلاع المثلث الاول متناسبه مع اضلاع المثلث الثاني، فاحنا لو الواحد منهم محضره. طب اعرفها ازاي بكل سهوله؟ شوف المثلث الأصغر والمثلث الأكبر، رتب الأضلاع بتاعتهم من الأصغر للأكبر. فمثلا أصغر ضلع عندنا مين هنا في المثلث اللي أنا لونته بالألوان الأخضر اللي هو 4، يبقى أول أصغر ضلع اللي هو ب د. يبقى هنكتب هنا كده إن أصغر ضلع عندي في المثلث ب د، في المثلث الأول اللي هو من المثلث أ ب د. فعندنا أصغر ضلع ب د. طب الضلع اللي بعده كام؟ اللي هو 5، يبقى أ د. الضلع اللي بعده كام؟ اللي هو أ ج. طب المثلث الثاني، المثلث الثاني اللي هو مين؟ ألف ب ج. يا ترى أصغر ضلع فيهم مين؟ اللي هي الستة. يبقى هنا أكتب هنا ألف ب. طب هنا بالنسبة لنا ألف د، ألف د عبارة عن مين؟ اللي هو بالنسبة للضلع اللي بعده 7.5 اللي هو ألف ج.
والضلع الاخير هيبقى عندنا ب ج. طب انا عايز زوايا، طب الزوايا اعرفها ازاي؟ احنا المثلث اسمه ا ب د، طب انا عندي ب د، يبقى انا الزاويه هنا هخليها كده اسميها ب ا د. طب الزاويه الثانيه انا عندي ا د ناقص الباء، يبقى اسمها ايه؟ اسم الزاويه دي ا ب د، يبقى هنا هتبقى انا ب ا د. الزاويه اللي هنا تبقى مين؟ ا، طبعا هنا مش ا دي، عندنا ا ب وليست ا وليست ا ج، دي اسمها ا ب. يبقى اذا هذه الزاويه الاخيره تبقى كام؟ عباره عن ايه؟ هتبقى عندنا عباره عن ا د م ب. طيب بالنسبه للمثلث الثاني ا ب ناقص ج، ودي زاويه ا ج ب، هنا زاويه ا ب ج المقابل لهذا الضلع، الزاويه هنا عباره عن مين؟ عباره عن ب ا م ج. طب هو عايز مين دلوقتي؟ عايز زاويه ب ا ج، ها ب ا ج مين قصادها بالظبط؟ زاويه ا د ب. يبقى اذا زاويه ا د ب هي اللي انا عايزها. طب فين ا د ب؟ ما فيش، ولكن هنا اسمها ب د الف عادي، فانا اقول ب د الف او ا د ب، يبقى هي نفس النتيجه صح، وبالتالي الاجابه الصحيحه في السؤال رقم 18 هي الاجابه رقم مين؟ ج. فممكن اعملها بهذه الطريقه. يبقى انا هنا ارتب الاضلاع واشوف كل ضلع من الزاويه المقابله لي عشان افهم اعرف بسرعه ان انا اكتب المساله بسرعه وبطريقه اسهل يعني ان شاء الله في الامتحان. هذه بالنسبه مين لطريقه التعامل مع هذا السؤال. سؤال ثاني في الهندسه، طبعا نفس الكلام على التشابه، فخلوا بالكم معي في التشابه. اولا عندنا هنا مثلثين، بس هنا اعطيني ضلع في مثلث وموجود في مثلث وضلع في مثلث ثاني وكذا، يعني اتعامل معها ازاي؟ فخلي بالك معي هنا، انا هاخد المثلث الكبير اللي هو ا ب ج، وهاخد المثلث الثاني اللي هو هلونه لك باللون الاخضر ده اللي هو ا ب د. يبقى انا هاخد هذا المثلث الصغير اللي احنا لوناه باللون الاخضر، وهناخد المثلث الكبير جدا دلوقتي اللي هو اكبر واحد عندنا. فتعال نشوف الموجود، ايه الموجود عندنا في هذا الشكل؟ اولا احنا عندنا في الزاويه عندنا اللي فوق دي هقول عليها رقم واحد مثلا تساوي الزاويه رقم اثنين، يعني احنا ممكن نرسم المثلث الكبير كده، اه عندنا مثلث كبير كده ا ب ج، المثلث الثاني بهذا الشكل عشان يبقى واضحه بالنسبه لنا، ب هنا وهنا د وهنا ا. فهو بيقول لي ان الزاويه اللي هنا دي كده هنا في المثلث الصغير لو انت بالاخطاء تساوي نفس الزاويه اللي عند ج. طب ايه تاني؟ ان الزاويه ب هنا نفسها موجوده في المثلث الاول، يبقى اذا هذه الزاويه تساوي هذه الزاويه، يبقى هذه الزاويه زاويه مشتركه، هذه الزاويه زاويه مشتركه. يبقى في زاويه ثالثه ظلت عندي، ايه هي؟ يبقى الزاويه اللي عند الدال دي تساوي الزاويه اللي عند مين؟ عند الالف بالكامل كده في المثلث الكبير، يبقى هذه الزاويه تساوي هذه الزاويه. فلما اجي اكتب المثلثين اقول المثلث يشابه المثلث الثاني، انا كتبت الف، الزاويه الف مين قصادها هنا يساويها في يبقى الزاويه دال. طب هنا الباء مكرره في المثلثين، طب الجيم هتبقى قصاد مين هنا؟ هنا الجيم قصاد الالف في المثلث الصغير هنا، يبقى هنا ايه؟ الف. انت كده كتبت التناسب صح، تبدا تكتب مين؟ النسبه بين الاضلاع. يبقى اقدر اقول في الالف باء اول حرفين على اول حرفين، يبقى ده الباء يساوي باء جيم على باء الف يساوي اول حرف واخر حرف من كل مثلث الف جيم ودال الف. نبدا نعوض الكلام اللي هو موجود عندي في السؤال. ألف باء عندنا بكام؟ أعطيني ستة، يبقى قيمة ستة. طب ده الباء، ده الباء عندنا هنا، يبقى هنا خلي بالنا دي جيم هنا طبعا طايرة فوق شوية. ده الباء عندنا مين؟ هنا ما أعرفش ده الباء بكام، يبقى هسميها مثلا وليكن سين، وليكن سين، يبقى هنقول ده الباء عبارة عن السين يساوي باء جيم اللي إحنا محتاجينها، ولكن باء جيم أنا عندي فيها جزء بخمسة وجزء بسين، يبقى هنسميها سين زائد مين؟ زائد خمسة. على باء الف اللي هي الف باء، ما هي باء الف هي الف باء، يبقى اذا كام ليها؟ 6. نبدا بقى الجزء الثالث انا مش محتاجه، فبعمل ايه؟ بحاول احل هذا التناسب باستخدام الضرب طبعا المقص كده، ونشوف نحل ازاي. يبقى هضرب الاثنين ده مع بعض، يبقى السين مضروبه في سين زائد 5 تساوي 6 هضربها في 6. يبقى هفك الاقواس سين تربيع زائد 5 سين، هنا 36 هاتها باشاره مخالفه، يبقى ناقص 36 يساوي صفر. تحلل او تحلها بالالحاز ما فيش مشاكل فيها دي. يبقى عندنا س زائد 9 وس ناقص مين؟ ناقص 4، لان 9 في 4 ب 36 لو طرحت بيديني موجب 5. طب بهذه الحاله احصل على س زائد طبعا زائد 9 يساوي صفر، يعني الس تساوي سالب 9 ودي مرفوض لان احنا ما عندناش ضلع بيبقى بالسالب. طب عندنا س ناقص 4 يساوي صفر، يعني الس بيساوي كام؟ 4. ولكن انا مش عايز س، يبقى انا كده هقول له هنا ان انا خلاص اوجدت هذه الجزئيه اسمها س. طب يبقى اذا ب ج كلها بكام؟ يبقى الاربعه زائد الخمسه،
4 زائد 5 يبقى كام؟ 9. وبالتالي الإجابة الصحيحة عندنا هي اللي هي عبارة عن الجزئية رقم د، الجزئية رقم مين؟ د. هذه بالنسبة من طريقة التعامل مع هذا النوع من الأسئلة، فخلي بالك منها كويس. تعال بقى نشوف سؤال ثاني من الأسئلة الموجودة عندنا ونشوف نتعامل معه كيف. نفس الكلام، ما زلنا في أسئلة الاختيار من متعدد. هنا طبعا جايب لي مثلثين، مثلث في ضلع يعني أخذنا نقطة على ألف ب وأخذنا نقطة على ألف ه على ألف ج، وقلنا أن د ه يوازي ب ج. طب أستفد منها إيه؟ طالما في توازي يبقى إذن هذه الزاوية تساوي هذه الزاوية بالتناظر، هذه الزاوية أيضا بتساوي هذه الزاوية بالتناظر. يبقى إذن أنا هاخد المثلث الصغير اللي فوق ده وهاخد المثلث الكبير بالكامل بقى، هناخد المثلث الصغير مع المثلث الكبير. فالمثلث الصغير اسمه ايه بقى؟ يبقى اقول المثلث اسمه ألف دال ها، يساوي يشابه المثلث. انا هنا الزاوية ألف موجودة في المثلث الكبير يبقى هبدأ بها نفس الكلام. طب زاوية دال هنا تساوي زاوية مين؟ باء، وتاني تساوي زاوية جيم. انا عايز بقى جيم، يبقى هبدأ اكتب النسب. يبقى اقول له كده في هذه الحالة ان انا عندي ألف دال على ألف باء يساوي دال ها على باء جيم يساوي ألف ها على مين؟ على ألف جيم. ابدأ عوض بالقيم في بعض حالة. ألف دال عندي مش موجودة وألف باء مش موجودة، يبقى أنا مش هستخدمها. خلينا في النسبة اللي بعديها. عندنا دال هاء، دال هاء بخمسة على به جيم اللي احنا محتاجينها يساوي ألف هاء بكام؟ بأربعة. طب أنا عندي ألف جيم، خلي بالك ألف جيم ما تقوليش ست، إذا عندي جزئين أربعة وستة كام؟ يبقى يساوي كام؟ عشرة. يبقى في هذه الحالة نقدر نقول كده إن باء جيم يساوي هضرب الخمسة مضروب في العشرة على مين؟ على أربعة. يبقى إذا 50 على 4، 50 على 4، 50 على 4 يعني كام؟ 12 ونص بالآلة الحاسبة. يبقى إذا باء جيم عبارة عن 12 ونص، هذه بالنسبة لمين؟ باء جيم. فال 12 ونص هي الجزئية أو الاختيار رقم جيم. هذه بالنسبة لمين؟ هذا السؤال. فأنت لازم الأول تتأكد من إن المثلثين متشابهين وتكتب المثلثين بالترتيب الصحيح عشان تقدر تحصل على النتيجة الصحيحة. هذه بالنسبة لمين؟ لسؤال رقم 20. سؤال رقم 21 فيه الاختيار المتعدد، نفس الكلام هنا عن التشابه، ولكن انتبه كويس. طبعا المسألة دي شبه المسألة اللي احنا حللناها من شوية، هنا عاطين أضلاع الثلاثة وعاطين أضلاع الثلاثة. فإذا هنبدأ مثلا المثلث اللي فوق ده اللي هو عبارة عن أصغر مثلث فيه. تعال نرتب أضلاعه زي ما رتبنا الأضلاع اللي فاتت عشان نقدر نتعامل معها بكل سهولة. تعال بقى مع بعض. يبقى أصغر ضلع عندنا مين؟ أصغر ضلع عندنا اللي هو 9 اللي هو به س. الضلع اللي بعده اللي هو س ص. والضلع الأكبر ضلع فيها عبارة عن مين؟ عبارة عن به ص. طيب في هذه الحالة الزاوية المقابلة لهذا الضلع، الزاوية المقابلة لبه سين، ادي به سين، مين الزاوية المقابلة لي؟ يبقى اقول به صاد سين، او من غير الرسم حتى، احنا عندنا مثلث فيه ثلاث حروف، هذا المثلث اسمه به سين صاد، فانا عندي به سين يبقى ظل الصاد، يبقى اذا الزاوية المقابلة لها اسمه به صاد سين. هنا الزاوية يبقى سين به صاد، هنا الزاوية اسمها به سين صاد. يبقى انا كده عملت مين؟ الزوايا رتبتهم من الاصغر للاكبر. تعال نشوف الضلع الثاني، دي طريقه حل عشان بس الاختيار المتعدد فقط. اما انت لو هتكتب في بالنسبه لي لو مثلا مقاليه هتقدر تقول لي بقى تبدا تقسم الاضلاع ب س على مثلا ا ج تساوي كام، و س ص على ا ج بكام، وهكذا هتلاقي النسب بتاعتها متساويه، هتقول لي المثلث متشابهين وبالتالي تبدا تحل. ولكن هذه طريقه شويه سريعه على اساس مين؟ ان احنا عندنا المساله اختيار من متعدد. أرتب الضلع الكبير، فأنا عندي أصغر ضلع هو ألف ب. الضلع اللي بعده خلي بالك دي 18 ودي كام؟ 18 و6 ب 24، يبقى خلينا في 18، يبقى دي ألف جيم وباقي عندنا ب جيم. طب دي عبارة عن مثلث اسمه ألف ب جيم، يبقى إذا الزاوية اللي قصاد ألف ب يبقى اسمها زاوية ألف جيم ب، يبقى دي اسمها زاوية ألف ب جيم، هنا زاوية ب ألف مين؟ جيم. تعال نشوف عايز زاوية مين؟ عايز زاوية ألف ب جيم، ألف ب جيم اللي هي الزاوية دي، مين قصادها في الترتيب؟ س ب ص. س ب ص، فين س ب ص؟ اللي هي الاختيار رقم مين؟ رقم د. وبالتالي السؤال اصبح اجابته ما فيهاش اي مشاكل. لو انت عملتها بالطريقه دي هتبقى سهله جدا ومش هتاخد معاك وقت. هذه بالنسبه لمين؟ بالنسبه لهذا السؤال رقم 21. اخر سؤال عندنا في احنا عندنا 27 سؤال في الاختيار المتعدد، يبقى باقي لنا خمس اسئله ثاني. فعندنا سؤال زي كده اختيار متعدد عن قوه النقطه بالنسبه للدائره مين؟ طبعا احنا بالنسبه لقوه النقطه كلنا حافظينها، قوه النقطه ميم بالنسبه قوه النقطه الف بالنسبه للدائره ميم يساوي عباره عن المسافه ما بين النقطه والمركز ناقص مربع نصف القطر، ناقص مربع نصف القطر.
طب هنا المسافة دي ميم ألف بكام؟ بأربعة، يبقى أربعة أس اثنين. خلي بالك دي هعطيك نصف القطر على القطر كله، لو أعطيك القطر اقسم على اثنين، أعطيك نصف القطر خلاص أعوض مباشرة يبقى ثلاثة أس اثنين، يعني الكلام ده بيساوي 16 ناقص 9، يبقى إذا عبارة عن مين الناتجة؟ عبارة عن 7، وبالتالي الإجابة الصحيحة هي رقم ألف. هذه بالنسبة لمين؟ لقوة نقطة بالنسبة لما إيه؟ بالنسبة للدائرة. سؤال ثاني من الأسئلة خاصة بالهندسة، طبعا هنا لم زي ما انت شايف كده في منصف للزاويه، يبقى دي على نظريه التنصيف، نظريه منصف الزاويه راس المثلث. فاحنا هنعملها ازاي؟ قلنا عندك المنصف، طالما عندي منصف يبقى في هذه الحاله اقدر اقول ابدا من مين هنا؟ ادي الدال، فممكن اقول د ج هقسمها على مين؟ على د ب. بدات من عند مين؟ من عند الباء، من ج، يبقى هقسم ج الف على الف ب. يبقى انا عندي دلوقتي هقول له كده، بما ان عندنا الف د ينصف، طبعا مش مطلوب منك تكتب الكلام ده لان انا عندي سؤال مالتيبل تشويس او اختيار متعدد، ممكن اكتب القاعده على طول. يبقى الف د ينصف زاويه ب الف ج، وبالتالي اقدر اقول في هذه الحاله ان ج د على د ب يساوي ج الف على الف مين؟ على الف ب. وابدا اعوض ج د، احنا محتاجين نوجدها، على د ب ب 18 يساوي الف ب الف ج 15 والف ب ب 27. يبقى في هذه الحالة نقدر نقول كده ج د هي عبارة عن 18 مضروبة في 15 على 27. طبعا ممكن نختصر حتى يدوي، لو أنا قسمت على 3 فيها 9، على 3 يبقى 5، 18 على 9 يبقى كام؟ 2، 2 في 5 بكام؟ ب 10، وبالتالي ج د يساوي 10 سم، ج د يساوي 10 سم. هذه بالنسبة للسؤال. سؤال آخر ولكن على المنصف، طبعا هنا المنصف الداخلي للزاوية، هنا في منصف بقى السؤال الثاني على المنصف الخارجي للزاوية، فأنت لو فهمت دي هتمشي معاك على طول في الثاني. ابدأ دايما من عند مين؟ من عند نقطة التنصيف لو أنت عايز، فإذا هبدأ أو أبدأ من أي نقطة على الخط زي كده عند رأس المثلث، فأنا أول حاجة أنا المنصف هنا، يبقى الجزئين بتوع التنصيف فين؟ جيم ها وباقي ها مين؟ هبة. يبقى هقسم عندنا نفس الكلام، هقول له بما ان عندنا الف ها منصف الزاويه الخارجه عند الف، يبقى في هذه الحاله نقدر نقول ج ها على ه ب يساوي ج الف على مين؟ على الف ب. ابدا عوض المساله خلص. يبقى انا عندي ج ها عباره عن مين؟ عباره عن 12 على، خلي بالك ه ب بكام؟ ه ب كلها كام؟ يبقى انا عندي 12 و4 يبقى 16 يساوي جيم ألف، جيم ألف أعطاني بتسعة، وب ألف أو ألف ب أعطاني بكام؟ بسين زائد مين زائد خمسة. أعمل المقص عادي، يبقى عندنا 12 هضربها في سين زائد خمسة يساوي كام؟ 9 في 16. طبعا 9 في 16 ب 144، وبالتالي لو أنا قسمت الطرفين على 12 أحصل على سين زائد خمسة يساوي 12، لأن 144 على 12 12. هرحل الخمسة بإشارة مخالفة، يبقى عندنا 12 ناقص 5 وبالتالي يساوي كام؟ 7، يعني قيمة السين هنا بكام؟ قيمة السين تساوي 7، يبقى إذا السين بسبعة سم. طيب تعال بقى نشوف سؤال آخر من الأسئلة الموجودة عندنا في الاختيار المتعدد على الهندسة، ودي طبعا نظرية إذا تقاطع وترين خارج الدائرة، فإذا الزاوية بنجيبها إزاي؟ أنا عندي وترين تقاطع خارج الدائرة، فمقياس الزاوية يبقى قياس الزاوية ها عبارة عن مين؟ عبارة عن نص قياس القوس الأكبر المقابل لها اللي هو ألف جيم ناقص قياس القوس الأصغر اللي هو د الباء. خلاص يبقى أنت عملية تعود مباشر، يبقى نص مضروب في 115 ناقص 45، يبقى عندنا نص مضروب في 115 ناقص 45 اللي هي كام؟ عبارة عن 70. نص ال 70 عبارة عن كام؟ 35 درجة، وبالتالي عندنا الإجابة الصحيحة مين؟ اللي هي الأخيرة. طبعا في ناس بتكتبها بهذا الشكل، يقول لي قياس زاوية قياس القوس ألف جيم ناقص قياس القوس د ب على 2، صح ما في مشاكل، دي صح ودي صح. تعال نشوف اخر سؤالين عندنا في الاختيار المتعدد لما 26 و27، نفس الكلام نخلي بالنا، بيقول لي ايه في الشكل المقابل هات لي قيمه السين. طب احنا عندنا دلوقتي ايه؟ عندنا موجود توازي، فممكن استخدم تليس، ممكن استخدم التشابه، اي واحده تمشي. فهنا لو انا استخدمت التليس عندي متوازي ضلعين متوازيين، يبقى اقدر اقول النسب القواطع اللي عندنا متساويه. يبقى اذا النسب اقدر اقسم 6 على 2 س زائد 5 و8 على 10، او اقول 6 على 8 يساوي 2 س زائد 5 على 10، دي صح ودي صح.
او لو قلنا على التشابه، لو طب لو تفتكروا احنا من شويه حللنا نفس الشكل ده، قلنا هذه الزاويه تساوي هذه الزاويه بالتناظر، وهذه الزاويه ايضا تساوي هذه الزاويه ايضا بالتناظر. يبقى اذا في هذه الحاله المثلثان متشابهان. يبقى اذا نقدر نبدا نكتب بها النسب. طبعا النسب اقول الف د على الف باء كله في المثلثين لو هستخدم التشابه، والف هاء على مين؟ على الف ج كله. وبالتالي احنا ممكن نستخدم النظريه السريعه بتاعتنا ان انا 6 على 8 اقول 6 على 8 تساوي كام؟ 2 س زائد 5 على مين؟ على 10. اعمل ضرب تبادلي، يبقى عندنا 8 هضربها في 2 س زائد 5 يساوي ال 6 هضربها في كام؟ في 10. طبعا هنا 60 ممكن اقسم على 8 او ممكن نقسم في الاخر. فانا هنا مثلا اقول كده 16 س زائد 40 يساوي 60. يبقى 16 س انقل ال 40 بشكل مخالفه بقى 60 ناقص 40 يبقى 20. اقسم يبقى اذا الس تساوي 20 على 16. و 20 على 16 لو قسمت على 4 ب 5 على 4 5 يعني دي 1 وكام؟ 25%. يبقى اذا قيمه الس اللي هي 1.25% اللي هي الجزئيه رقم ب. هذا بالنسبه لمين؟ بالنسبه للسؤال. ممكن تحلها، فكر برضه، حاول تحلها ثاني باستخدام مين؟ التشابه، هيطلع معاك نفس النتيجه. تعالى بقى نشوف سؤال ثاني من الاسئله الموجود عندنا، او ده اخر سؤال عندنا في بالنسبه للاختيار المتعدد. عايز طول داهية. طبعا عندنا اكثر من مستقيم او ضلع متوازي، يبقى هستخدم نظريه التليس. فنظريه التليس بيقول لي ان النسبه بين الضلعين الجزئين دولت تساوي النسبه بين الضلعين دولت تساوي النسبه بين الضلعين وهكذا. يبقى هعملها ازاي؟ انا عايز دلوقتي احنا عندنا اول نسبه معروف، يبقى واو جيم هقسم مثلا، او جيم واو، جيم واو هقسمها على مين؟ على جيم سين. وممكن تساوي واو دال هي نفسها على ه سين تساوي ألف د على ب مين؟ على ب. نعوض بالكلام الموجود عندي، فجيم واو عندنا بسبعة ونص. طب عندنا بالنسبة لجيم سين عندنا بخمسة. واو د وواو وه س مش عايزينهم، مش محتاجينهم، يبقى الكلام ده بيساوي ألف د عندنا ستة على ب ه اللي احنا مطلوبة مني في السؤال. يبقى إذا ب ه يساوي كام؟ هضرب الستة في خمسة على سبعة ونص. يعني هتبقى 30 على سبعة ونص، يبقى إذا النتيجة كام؟ أربعة. يبقى اذا ب ه عباره عن مين؟ 4 سم اللي هي الاختيار اللي هو ده. هذا بالنسبه مين؟ لهذا تطبيق نظريه التليس على هذا النوع من الاسئله. تعالى بقى نشوف الاسئله المقاليه. طبعا الاسئله المقاليه مش هتجي لنا من بره، هي هتجي لك هندسه، سؤال هندسه وسؤال جبر، لان الاسئله الخاصه بحساب المثلثات ان شاء الله مش هيجي منها خير في الاسئله الكتابيه، هيجي لك سؤال جبر وسؤال هندسه في الاسئله الكتابيه. الا اذا كان عندك المحافظه بتاعتك انت اللي ليها راي ثاني غير النموذج الخاص بمكتب السيد المستشار الرياضيات في الوزاره. فتعال نشوف نحل ازاي. نفس الكلام هنا، لو تلاحظ ان احنا حلينا مساله شبه دي بالظبط. فبحلها ازاي؟ هنا عشان تقدر تضمن درجتك كامله خلي بالك وتكتب خطواتك كامله. فاول حاجه احنا عندنا منصف، يبقى اقدر اقول له كده بما ان ا د ده عباره عن مين؟ عباره عن ينصف او منصف، ينصف زاويه ا الخارجه. زاوية ألف مين؟ الخارج. إيه اللي يحصل منها بقى؟ أقدر أكتب النسب، يبقى إحنا عندنا التنصيفان. يبقى هبدأ بالجيم مثلا، يبقى أقدر أقوله كده إذا جيم دال مقسومة على دال باء يساوي جيم ألف على ألف باء. وهبدأ أعوض بالقيم الموجودة عندي. طب جيم دال بكام؟ جيم دال ب 15 على دال باء كلها، خلي بالك، يبقى 15 زائد 5 يبقى كام عندنا؟ 20 يساوي جيم ألف، جيم ألف بتسعة. طب وعندنا ألف ب بكام؟ بخمسة س زائد 2 تعتبر نص المسألة خلص. اعمل ضرب تبادلي وبالتالي هيبقى عندنا النتيجة كام؟ أو ممكن نعمل عملية تبسيط، لو قسمت هنا على 5 يبقى 4، لو قسمت هنا على 5 يبقى كام؟ 3. اعمل ضرب تبادلي أو المقص، يبقى هضرب الثلاثة مضروبة في 5 س زائد 2 وهضرب 4 في 9 بكام؟ ب 36. ممكن أقسم هنا على 3 أو أقسمها في الآخر عادي. فأنا ممكن أقسم مباشرة على 3. يبقى عندنا 5 س زائد 2 يساوي 12. انقل 2 بشاره مخالفه، يعني 5 س تساوي 10 لان 12 ناقص 2. اقسم على 5، يبقى اذا احصل على قيمه الس بكام؟ ب 2. طب هل هو عايز طول عايز قيمه الس؟ لا، ده بيقول لي هات لي الف د. فين الف د؟ الف د اللي هو طول المنصف. طب انا ليه جبت الس؟ لان انا محتاجها، لان لو انا استخدمت الس هيطلع الف د بثلث س، هو عايز طول، يبقى عايز قيمة عددين. وبالتالي اقدر اقول له كام؟ يا ترى طول المنصف يساوي، يبقى طول المنصف، طول المنصف عبارة عن مين؟ الجذر التربيعي. طالما منصف خارجي يبقى حاصل ضرب الضلعين في حاصل ناقص حاصل ضرب الجزئين،
يبقى الأضلاع في الأجزاء. ففين الأضلاع اللي عندنا؟ اللي هم عبارة عن الأضلاع اللي عندي عبارة عن مين هنا؟ طبعا بالنسبة للمنصف الخارجي يبقى عندنا ب د اللي هو الجزئين يعني ب د اللي احنا كتبناهم في البداية يعني ب د و د ج د. يبقى أقدر أقوله كده عندنا ج د مضروب في ب د. في الضلعين المتبقيين اللي هم مين ومين؟ اللي هم أ ب وأ مين وأ ج. طب أبدأ أعوض يبقى الكلام ده يساوي الجذر التربيعي. ج د بكام؟ عندنا ج د ب 15 مضروبة في ب د بكام؟ ب د كلها 20 ناقص أ ب. هنا خلي بالك هنا أ ب يبقى احنا عندنا 5 والسين حصلنا عليها ب 2 زائد 2 يبقى إذا قيمتها بكام؟ ب 12. يبقى إذا أ ب قيمته ب 12 مضروبة في أ ج من هي كام؟ 9. طبعا دي كله بالآلة الحاسبة بنقدر نخلص منه بكل سهولة. يبقى معنى الآلة الحاسبة كده هقول له الجذر التربيعي عبارة عن مين؟ 15 في 20 ناقص 12 في كام؟ في 9 يساوي أحصل على 8 جذر كام؟ 8 جذر 3. يبقى إذا الناتج عندنا 8 جذر 3 سنتيمتر. عايز تحولها علامة عشرية حولها علامة عشرية، مش عايز خليها زي ما هي، ودي أفضل يعني. هذا بالنسبة للسؤال الأول الخاص بمين؟ بالأسئلة المقالية. نيجي لآخر سؤال عندنا عن الجبر، وده آخر سؤال عندنا في الامتحان في النموذج الاسترشادي، فركز معنا. طبعا دي شرحناها بالتفصيل ايضا في الفيديو اللي نزلناه من يومين اثنين على القناه، ممكن ترجع وتشاهد شرح الدرس كامل. فبيقول لي اذا كان لام وميم هو جذري المعادله، يبقى هنا طالما لام وميم جذري معادله يبقى هبدا اشتغل على المعادله المعروفه الاول. خلاص ما تكملش قرايه، ابدا اشتغل على الجزء الاول. يبقى اقول له كده بالنسبه للمعادله المعلومه أوجد لام زائد ميم. يعني إيه لام زائد ميم؟ اللي هو مجموع الجذرين. مجموع الجذرين. طب مجموع الجذرين بيساوي إيه؟ يساوي سالب معامل س على معامل س تربيع. يعني اللي إحنا قلنا سالب ب على الألف يعني. طب هنا سالب سالب معامل س، يعني إيه عكس إشارة معامل س؟ يبقى 5، معامل س تربيع بواحد، يبقى مجموع الجذرين بخمسة. طب هنوجد لام في ميم اللي هم عبارة عن مين؟ حاصل ضرب الجذرين. حاصل ضرب الجذرين عبارة عن مين؟ عبارة عن الحد المطلق على معامل س تربيع. الحد المطلق 7 على 1 يساوي كام؟ 7. يبقى أنا هنا أوجدت لام زائد الميم بخمسة ولام مضروبة في الميم تساوي 7. طيب نكمل باقي القراءات. بيقول هات لي المعادلة التي جذراها. يبقى المعادلة المطلوبة، المعادلة المطلوبة عبارة عن إيه؟ هسمي الجذر الأول هاء اللي هو عبارة عن لام تربيع، والجذر الثاني واو اللي هو عبارة عن ميم تربيع. هنعمل نفس الكلام، هنوجد مجموع وحصل الضرب. يبقى هوجد الهاء زائد الميم زائد الواو يساوي يبقى لام تربيع زائد ميم تربيع. يبقى خلي بالي هنا لكن لازم أكون حافظ المتطابقة. طب لام تربيع زائد ميم تربيع عبارة عن مين؟ عبارة عن لام زائد ميم الكل تربيع ناقص 2 لام ميم. أبدأ أعوض لام زائد ميم موجودة بخمسة، يبقى 5 تربيع ناقص 2 في كام لام ميم؟ 7. يبقى النتيجة 25 ناقص 14 يساوي كام؟ 11. يبقى عندنا هاء زائد واو اللي هم حاصل جمع الجذرين أو مجموع الجذرين ب 11. نروح نوجد حاصل ضرب الجذرين هاء في واو. يبقى لام تربيع ميم تربيع. طبعا من خواص الأسس أقدر أقول كده لام ميم الكل تربيع. لام ميم بسبعة يبقى 7 تربيع يعني يساوي كام؟ 49. يبقى أنا كده أوجدت حاصل ضرب الجذرين ومجموع الجذرين الخاصين بمين؟ بالمعادلة المطلوبة مني في السؤال. المعادلة المطلوبة مني في السؤال. نبدأ نكتب مين المعادلة؟ المعادلة عبارة عن مين؟ كالتالي. يبقى هقول له كده س المفروض كده المعادلة عندنا س تربيع ناقص مجموع الجذرين س زائد حاصل ضرب الجذرين يساوي صفر. يبقى إذا س تربيع ناقص مجموع الجذرين 11 يبقى 11 س زائد ه ضرب الواو هو حاصل ضرب الجذرين كام؟ 49 يساوي صفر. وكده انت حصلت المعادله المطلوبه منك في الامتحان. وكده احنا خلصنا النموذج الاسترشادي الخاص بمكتب سياده المستشار في وزاره التربيه والتعليم في جمهوريه مصر العربيه. كده حلنا النموذج الاسترشادي ان شاء الله، وان شاء الله اليومين الجايين ان شاء الله قبل الامتحانات هنحل نموذج ثاني احدى المحافظات، يعني من امتحانات المحافظات، ممكن نحل محافظة أسيوط، القاهرة، الجيزة، أي محافظة مفيش مشاكل، على أساس نتدرب على هذا النوع من الأسئلة، وكمان نتدرب على طريقة الحل الصحيحة في أو التعامل الصحيح مع الأسئلة في الامتحان. فنخلي بالنا شوية، وكده انتهينا من هذا النموذج. نشوفكم على خير إن شاء الله في نموذج آخر،
ولكن اذا ما كنت مشترك معي في القناه اشترك معي في القناه، شير الفيديو لزمايلك حتى يستفيدوا زي ما انت استفدت، وكمان فعل زر الجرس عشان يصلك كل جديد ان شاء الله، وبالتوفيق باذن الله في الامتحان، وان شاء الله تحصل على علامتك كامله، درجه كامله 100% ان شاء الله بقناتك المفضله ايزي مات مستر علي عبد الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.